FM. الكلمة ليك. ما نعرفش علاش سامحوني معناها لي ميديا الكل اليوم وليت موضة نحكيو على ناس بنحترم. سوي راهو ناس راهو ولدنا وراهو عنده دي كاليتي كبار. أما الصبر باهي راهو في الكورة. يلزمنا نخمو شوية بعقلانية. الولاد قبل ما يمشي لتركيا ما كانش يلعب. مشى لتركيا عمل 6 شهور وما لعبش فيهم برشا. وتوا إليه مونك دو كومبيتيسيون. وشفتوا عطيناه ان طون جو ماهوش في افضل حالته. وشنو هو المشكل؟ وعلاش هالزربه هذه الكل باش تولي قضيه راي عام؟ ولدنا قاعد يترانا وعنده الوقت باش يرجع وياخذ وقته ويحضر في عقله. وشنو هو معناه يكون فيكون فما عصا سحريه؟ سوي سور ما فما حتى تجاهل حتى جوار. لي جوار الكل بالنسبه لي نحن الكل كيف كيف. نزلوا المورال نحكي معهم ناس كل كيف كيف. دونك فماش علاش وليت موضه كل واحد تو يمد الميكرو يقول لك انا نسبه نحتار. كيف وكيما الاولاد الكل. وهاي الحق معناها عنده ان مونك دو كومبيتيسيون وعنده توا الحبل على الجرار. توا عطيني اون ريكولت دي 3 بوان. في يوم ان تون قاعد يخدم، في يوم ان تون قاعد يتحسن. مايكل مش كيما لعب في سوسا كيما توا اكيد راهو ربح. طون جو اللي لعبوا في سوسا راهو ربحوا سور لو بلون كومبيتيسيون. ما نبداش نحطوا بريسيون وستريس واحد. اوني بيان راهوني ترانكيل. توا اليوم نحن الاولانيين. والحمد لله وربحين 9 ماتشات وعاملين ماتش نول في سوسة. شنو نحبوا يا اخي؟ شنو نحبوا يا اخي؟ اوروزمون احنا هوني ترانكيل. نعرفوا انه العباد يحبوا يشوفوا انيس بن احتير. اي اوكي احنا بينا نحبوا نشوفوه اما يلزم وقت شويه وقت شوية. هذه حقيقه. فماش باجيت ماجيك معناها توت سويت يحضر. هذه حقيقه واحنا ان شاء الله تو نوصلوه باش يحضر كيما نعرفوه كيما هو. مايكل زاد كيف كيف اسكو هذاك مايكل اللي نعرفه ما نعرفه مش هذاك ما نستحفظ عليه ونحاول نخدمه ونشوفوا انشارج دي ماتش اميكو على غالب اليوم كل نهارين 3 ايام ماتش اوترو ما تنجم تعمل حتى شيء دونك شويه صبر وكا كابافين الكلمه ليك